اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه مع الاذاعي الكبير الاستاذ سمير حسين. سمير برحب بحضرتك. اهلا بيك يا زهر. منور. اهلا بيك، ده بنورك. ربنا يخلي حضرتك نور الاهلي كله. ربنا يخلي حضرتك يا رب، دايما بتنورنا وبتشرفنا. لكن طبعا في البدايه عايز اعرف راي حضرتك في حفل تتويج النادي الاهلي بالدرع رقم 41. اكيد حفله ليها بعض الامور الايجابيه النفسيه للاعبي النادي الاهلي طبعًا. اللي كان يعني موجود فيها لاعبي منتخب مصر الاول ولاعبي منتخب الاولمبي، عشان كله يكون اسره واحده، واستكمالا لعائله الاهلي مش بس كاعضاء، ولا ده كمان اللعيبه كلها كانت موجوده وحضور مجلس الاداره قبل مباراه مهمه. عايز اعرف راي حضرتك في الحفله وتوقيت الحفله. لو توقيت متاخر مش قبل، مش طيب، لان انت لما تكسب حاجه المفروض تحس بحلاوتها على طول في وقتها. زي ما حصل في انجلترا كده في الدوري الانجليزي. ما خدوا الدرع على طول ده في ساعتها. انت عارف حضرتك عملوا ايه في انجلترا في اخر ماتش؟ كان يعني حضرتك عارف ان كان مانشستر سيتي وليفربول هم عملوا كاسين وميداليه هنا وميداليه هنا، علشان نادرا لما بيحصل ماتش في النهايه بيكون حاسم، بيكون البلدين بعاد عن بعض. فهم كانوا على طول بيعملوا كاس واحد وبيقولوا ان الطياره الهليكوبتر هتروح الملعب ده تسلم. فالمسافتين كانوا بعاد جدا ما بين الماتش اللي بتقام فيه ماتش ليفربول والماتش اللي كان بيقام فيه مانشستر سيتي. فهم عملوا كاسين. ايوه فده انجلترا بقى، احنا خلينا في مصر. وهي حلاوتها في انك انت لما تلعب عرقك بتاخد المكسب على طول، وتاخد زي كاس مصر مش استلموا الكاس في الملعب طبعًا. زي السوبر استلموا الكاس في الملعب. الدوري الاهلي اتاخر ان هو ياخده، بس هو المناسبه بقى جت لصالح الاهلي ان جاي له قبل مباراه كبيره زي مباراه القمه اللي هتتلعب بعد اسبوع من دلوقتي. فجاء الشركه الرائعه عملت الحفله للنادي الاهلي مع بالاشتراك مع اتحاد الكوره. الحفله كانت كويسه طبعا ومناسبه جدا، وخصوصا وجود اللعيبه الدوليين والاولمبيين اللي كانوا موجودين في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول ولاعيبه النادي الاهلي، وحتى كمان كان فيها يعني فايلر المدرب الجديد شاف مدى اهتمام الجماهير والاعلام واداره النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي بمثل هذه البطوله اللي هي تعتبر البطوله المفضله عند النادي الاهلي رقم 41، يعني يفوق عن كل الانديه اللي فازت بالدوري بعده مرات هو لوحده كنادي اهلي. الحفله كانت معموله كويس، والنادي الاهلي حتى شكر الشركه الراعيه على اللي هي عملته. يمكن في انتقادات حصلت بقى بعد كده، يقول لك هو ليه ما تكرمش نادي الزمالك زي ما تكرم النادي الاهلي. يعني ايه يا استاذ سمير تكرم؟ مش فاهم. وانا برضو كنت بتسال هذا السؤال، يعني ما هو نادي الزمالك خد كاس وفي قلب الملعب بالظبط، يعني خدوا في قلب الملعب والشركه الراعيه برضو اللي عملته له، يعني كان في احتفال وكان فيه وكان فيه وكان فيه، والاهلي خد كاس وفي السوبر صح برضه في الملعب. لكن الاهلي حتى كان بيسال اتحاد الكره عده مرات في رسائل رسميه. هو كان فين الدرع؟ هو ليه الدرع ما اتسلمش في اخر مباراه؟ كان في اتحاد الكره. طب ليه؟ ليه ما اتسلمش بعد مباراه المقاولين او في مباراه الزمالك في نهايه الدوري؟ والاهلي تساءل امتى هنستلم الدرع؟ طب هو ده المفروض ان النادي يتساءل ولا اتحاد الكره هو اللي يكون محضر الجواب قبل ما حد يسال؟ هو قال لك بقى علشان الفتره الانتقاليه اللي حصلت. ده درع. يعني في فتره انتقاليه مش هيكون في اي مجهود، انت بتسلم نادي الدرع بتاعه. هو كمان يعني هو الاتحاد الاول مشي مع نهايه بطوله الامم او في نص بطوله الامم كمان مش مع نهايه ده بعد دور 16. ويعني المفروض الاتحاد الجديد اول لما جه في اغسطس كان المفروض يدي النادي الاهلي قبل كاس مصر ما يتلعب النهائي بتاعه، يعني كان النادي الاهلي يستلم الدرع بتاعه، لان الاهلي حقق الدرع بتاعه في 25/7 او 28/7 كان الدرع بتاعه بقى رسمي. لكن هم فضلوا مأجلينها لغايه ما خلوها كده. حتى الكلمات ما عجبتش بعض الناس، كلمات الاستاذ عمرو الجنايني اللي قال النادي الاهلي فخر الكره المصريه والنادي الاهلي يعني دايما تكونوا كده على طول، ما عجبهمش حتى الكلام ده. طب ليه يا جماعه؟ ما هو الاهلي والزمالك، الزمالك ما خد الكاس واتعملت له حفله، والنادي الاهلي اهو خد الدوري واتعمل له حفله، ما فيهاش اي حاجه يعني، ما ودي حاجه عاديه جدا. وبعدين الكلام اللي بيتقال للنادي الاهلي ما بيتقالش ليه زلفا كده او نفاقا. بص يا استاذ سمير، انا عندي حضرتك كده يعني وجهه نظر، النادي الاهلي دايما احنا مش بنبص غير قدامنا، مش بنبص تحتنا ولا بنبص تحتنا. تمام، احنا دايما مركزين وشايفين قدامنا ايه، علشان كده هو ده اللي مخلي النادي الاهلي ان هو ناجح، ان هو رقم واحد في مصر وافريقيا. لكن ان انت تشغل نفسك بغير اللي انت موجود فيه زي ما الكابتن خطيب قال، ده مش هيشفيه ربنا طبعا، يشفيه ويعافيه طبعا ويعومه بالسلامه، ده مش هيقدمك خطوه طبعا. طول ما انت مشغول بغير نفسك هياخرك كتير جدا جدا، زي واحد بيسابق واحد كل همه انه يبص وراه ويشوف حصلني ولا لا، وبيخسر السبق. تمام، انت بتشوف السبق على فكره بتاع الاولمبياد طبعا، لو لعيب بص بصه كده هو الصغيره مع على اللعيبه اللي جنبه بيخسر.
على طبعا طبعا. فعشان كده بقول لحضرتك ان دايما النادي الاهلي وجمهوره بنركز ومش بنجيب سيره اي حد، احنا مركزين في لعيبتنا ومركزين في اخبارنا ومركزين في احوالنا. لكن زي ما حضرتك قلت بعض الانتقادات تم توجيهها للاستاذ عمرو الجاني رئيس اتحاد كره القدم، ان هو قال الجمل اللي قالها يعني طبيعي جدا يعني. طب هقول لك على حاجه تانية علشان بس ايه نربط المواضيع ببعضيها. كابتن احمد حسن او كابتن محمد شوقي لما تم اختيارهم لحفل القرعه دوري ابطال افريقيا الكونفدراليه، هم كابتن محمد شوقي لعب في المصري ولعب في الاهلي، اتكلم على مين؟ مش اتكلم على الاهلي؟ طيب ليه اتكلم على الاهلي؟ عشان الاكثر حصولا على البطوله واخد بطوله وهو حصل بطولات افريقيا مع الاهلي. كابتن احمد حسن مش لعب اهلي وزمالك؟ طيب هو اتكلم على الاهلي ليه في بطوله 2008؟ عشان برضه حصل معاه على بطولات افريقيا والسوبر والحاجات دي. طيب هم ما حصلوش عليها مع نادي الزمالك، وبالتالي حتى اختيار النجوم بيكون من الكاف، الكاف هو اللي بيختار. طبعا الكاف شايف ان اثنين بقيمه كابتن محمد شوقي وكابتن احمد حسن بيكونوا موجودين، وقبل كده مع عماد متعب في طبعا وكابتن حازم امام تم اختياره. احنا عارفين اجابات. والله يا استاذ عمر انا عايز اقول لك حاجه، احنا اتعلمنا رياضه او الرياضه اتوجدت اساسا علشان تعلم الكل سواء اللي بيلعب او اللي بيشجع، اللي بيلعب او بيشجع ان هو يبقى عنده روح رياضيه. تمام، هي دي الرياضه، الروح الرياضيه اهم شيء في الموضوع. تتهزم تفوز يبقى عندك روح رياضيه. صح، بتشجع لفريق او لاعب بيفوز او يتهزم يكون عندك روح رياضيه، ده المعنى الاسمى للرياضه في الاساس يعني. لكن كن بقى نقعد نتكلم كلمه اشمعنى وليه وانت اللي بتاخد بطولات كتير وانا باخد بطولات اقل، دي مالهاش دعوه، ده البطولات دي قدرات رياضيه زي الطالب اللي بيخش الجامعه او بيخش مسابقات علميه او حاجه، دي قدراته هي اللي بتفرق ده عن ده. ما بتزعلش يعني، ما تزعلش ده من ده. وبعدين احنا الرياضه منافسه مش صراع، مش يعني هي منافسه مش خصومه كمان، مش صراع. ما حدش يعني الصراع بيعمل خصومه. صح، لكن المنافسه ما تعملش المنافسه بتكون أبداً. شريفه حتى ربنا قال في القران فلا يتنافس المتنافسون. صح. لكن حفله حضرتك تم تتويج فيها النادي الاهلي واحتفال كبير وخلاص 24 ساعه وكل واحد خلاص راح لحاله، اللي راح للمنتخب والاول راح المنتخب الاولمبي اللي رجع تاني للنادي الاهلي، هل حضرتك شايف ان دي تعطي يعني تدي دفعه قويه للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه مهمه؟ طبعا مباراه الزمالك وهنتكلم فيها ونستفيد، لكن وقتها مهم بالنسبه للدفعه الفنيه للعيبه والمعنويه قبل مباراه الزمالك اللي جايه. طبعا مفيده جدا للنادي الاهلي، في لعيبه النادي الاهلي، في ان هم استطاعوا يستفيدوا ان هم يجي لهم دفعه معنويه عاليه من خلال الحفله ديت، خاصة اللي هم في المنتخب، خرجوا من المنتخب عشان يحضروا هذا الحفل اللي هم حضروه عشان يشوفوا مدى الفرحة الكبيرة لزملائهم والإدارتهم والجماهيرهم وإعلامهم اللي كان موجود معاهم، أو حتى الإعلام المحايد اللي هو جاي يغطي الحدث والشركة الراعية واتحاد الكرة نفسه، فكل الناس جاية بتشجعك، فدي بتديه طبعا روح معنوية عالية في إنك أنت تلعب مباراة كويسة. بس أنا خايف من هذه المباراة يا كابتن عمر. طيب ليه حضرتك خايف؟ ده مبدئيا عشان قبل بس ما نتكلم عليها فنيا، اشمعنى حضرتك خايف من المباراه رقم 4؟ مش عشان هيلعب الزمالك. طيب خايف ليه؟ انا خايف لان الاهلي حقق 6 فوز مره واحده ورا بعض مع فايلر، ومفيش حد في الرياضه بيفوز على طول. طيب هقول لحضرتك على حاجه ثانيه، راي حضرتك الاول في القرعه ان هي ما تكونش موجهه وان هي يعني ان انت تلعب الزمالك في ربع اسبوع، هل حضرتك شايف ان دي يعني فيها نوع من انواع الشفافيه وفيها نوع من انواع تكافؤ الفرص للاهلي والزمالك علشان خاطر يبقى الموضوع ماشي بانسيابيه، سواء الاهلي بقى 3 ماتشات لعب سموحه والانتاج واسوان، الزمالك لعب 3 ماتشات هو كمان، هل حضرتك شايف القرعه يعني بحد ذاتها بنفسها شيء ايجابي ولا حضرتك شايف ان رابع اسبوع ده شيء سلبي اصلا؟ لا ايجابي، ده رقم واحد. بالنسبه لي انا ايجابي. طب ليه ايجابي؟ ايجابي لانك انت ما بتعملش صراع كده من اولها او منافسه تشد من اولها، لان احنا لو لعبنا المباراه دي في الاسبوع الاخير او قبل الاخير خلاص بتبقى ممكن يكون 3 نقط هم دولت، زي ما حصل الموسم كله قبل كده، حصل قبل كده ان 3 نقط دول هم المهمين اللي هيفوز هو اللي هياخد الدوري مثلا يعني. بتكهرب الدنيا وبتكهرب الاجواء والدنيا تبقى مشدوده، تصريحات من هنا وتصريحات من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا، واللعيبه متوتره وثلاث نقط دول هيجيبوا البطوله وما كنتش هتعمل كذا. لا دلوقتي بتبقى مباراه عاديه، مباراه عاديه حتى يمكن يتمتع بالاداء بتاعهم. طيب حضرتك ليه خايف من المباراه؟ حضرتك قلت لي ما حدش في الرياضه بيكسب على طول، لكن في الرياضه متعودين ان الاجهز والاحسن بيكسب. ماشي،
ودايما حتى دي ما تغطيش على دي؟ ماتش الاهلي والزمالك دايما ما بيعتمدش على الاجهز. بس شفنا الماتش الاخير بتاع الاهلي والزمالك في السوبر. طب اقول لك حاجه ثانيه، هل ان الكلمه دي مش ممكن تتغير في السنين الاخيره بما ان احنا في عصر التكنولوجيا وعصر الـ 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 كل حاجه حديثه؟ هل حضرتك شايف ان فعلا ان الاحسن واللي عنده استقرار فني واداري احسن هو ده اللي بيفوز ايا كان الحاله اللي موجود فيها في يوم المباراه؟ طب ما هو لو 10 سنين الاخيره دي الاهلي متفوق على الزمالك. طيب ما انا ده اللي انا بتكلم فيه. متفوق عليه تفوق كامل يعني، ما هو اللي بيفوز دايما. طب هل الاهلي في العشر سنين دول ما كانش الاحسن فنيا وفاز كده في مباراه صدفه؟ ممكن تكون في مباراه لكن الاهلي احسن. الاهلي احسن، فمعنى كده ان احنا الاهلي متفوق دايما. ويمكن التفوق بتاع الاهلي ده بيخلي لعيبه الزمالك بتنزل وهي حاسه ان هي الاهلي متفوق عليه. يعني لحد دلوقتي كمان مستمر ممكن الموضوع. زي ما اتنين ملاكمين بيقابلوا بعض، هو عارف ان هو متفوق عليه. فعارف ان هو ممكن هيتغلب. بس ممكن ياجلها من جولتين لثلاثه لخمسه ل 15 جوله. ما لم تكن في اضيق. طب كنت حضرتك متوقع الاداء الاول لمستر ريني فايلر في اول مباراه ليه امام نادي الزمالك؟ لا طبعا. فاجئني. فاجئني. وهو ده اللي انا حسيته ان كان في شغل معمول، ان مباراه الاهلي مع كانو سبورت ما يتزعش على الهواء او ما تزعش دلوقتي لحد بعد ماتش الزمالك كاعلامي عرفتها. كاعلامي. طيب لان ده من ضمن التكتيكات الموجوده علشان اقدر افاجئ خصمي، بان لان ما حدش يعرف مين فايلر. فاز بره 2-0 لكن برضه ما اعرفش هو هيعمل ايه. وعشان كده بيقولوا ان مصطفى فتحي بيجهزوا ميتشو للاهلي. ما الاهلي عارف مصطفى فتحي، لكن هو بالنسبه له ورقه جديده بالنسبه ليه. طب ما هو برضه مستر فايلر عنده ورق كتير جدا. وممكن يفاجئ الزمالك. لما فاجئهم بالاداء هم ما كانوش حاسين ان الاهلي هيلعب كده او هيعمل كده. وانه خد دوري فاز في ماتش افريقي وغير الراجل بتاعه في الكاس عشان اتغلب في الكاس، لكن هم غالبين في الكاس النهائي وهيلعبوا مع الاهلي وهيكسبوه. وحتى رئيس النادي قال ان ابواب جهنم هتتفتح على الاهلي في الماتش ده لان مش هيقدروا على الزمالك. لكن حصل العكس. ايه العكس ده بقى؟ الاداء. طب ازاي مستر فايلر هيلعب الزمالك الماتش اللي جاي؟ هل بنفس الطريقه ونفس الاسلوب؟ وبالتالي اللي بيفرض اسلوبه على التاني هو ده اللي بيقدر يفوز؟ ولا الموضوع هيختلف؟ بنفس عقله بتكتيك اخر. عقله اللي بيفكر. مستر فايلر مش مجرد مدرب، هو راجل زي ما قال الله يشفيه دكتور طه اسماعيل، وده رمز من رموز الكره في مصر كلها، قال ده راجل صنايعي. تفرق عن المدرب اللي بيبقى واقف بره ويعمل كذا وهات كذا، ده صناعي يعني. احنا بنسمع وبنشوف حتى كمان ساعات في قناه الاهلي وهو ماسك الصفاره بيوقف اللعب اثناء ما بيلعبوا اللعيبه، لا اعمل كذا، لا الجمله تكون كذا، بيحفظهم جمل تكتيكيه شفناها في المباريات اللي اتلعبت، في جمل تكتيكيه جديده اتعملت. النادي الاهلي لابس فانيلا جديده واداء جديد. اتنين مع بعض لبسوا من النادي الاهلي عامله له شكل تاني غير الاهلي اللي كان موجود قبل كده. طيب هل حضرتك شايف ان جمهور الاهلي لما يقول على المجموعه الافريقيه ان مبسوط ان احنا نكون في مجموعه قويه علشان نقدر نطلع منها، وان احنا واثقين في مستوانا وواثقين في نتائجنا ان شاء الله، واثقين في تصدرنا للمجموعه اللي ان شاء الله هم عندهم امل كبير جدا ان هم يفوزوا مع مستر فايلر ببطوله افريقيا، هل حضرتك شايف ان ده ثقه في المدرب اللي موجود، ولا الجمهور الاهلي عايز يطمن شويتين ثلاثه قبل ما يروح ل الادوار الاقصائيه من بطوله دوري ابطال افريقيا؟ هو معايا مجموعه كده كتيره برضو اهلاويه وزملكاويه على التواصل الاجتماعي. الاهلاويه اللي بيحبوا الاهلي قوي كمان يعني. خلي بالك اللي بيحب واحد قوي بيخاف. ده حقيقه. بيخاف والله من اي حاجه تحصل. فبعد 6 ماتشات دول كمان تحديدا عندهم خوف ان لعيبه النادي الاهلي تشعر مع نفسها انها خلاص بتفوز. لا بس لا ما اعتقدش ان ده يحصل. هم بيخافوا من كده. ما اعتقدش. هم بيخافوا ان لعيبه اللاعب نفسه يعني مثلا فاير عمره ما هيقول لهم انتوا هتفوزوا كده، لا بالاداء طبعا. بس بعد ماتش اسوان الاهلي فاز 5 لغى الراح. ما عشان كده قلت لك فاير بيلعب بعقله. هو لعب ماتش اسوان بنفس الطريقه اللي كان بيلعبها الماتشات اللي قبل كده، ولا الانتاج ولا سموحه ولا الدرجه. كان بيلعب درجه 45 درجه حراره مئويه وفي العصر يعني مش بالليل حتى كمان، ولا اضواء
ولجنه المسابقات قالت له تلعب بعد 72 اقل من 72 ساعه، لو حسبت ماتش الانتاج لماتش اسوان اقل من 72 ساعه وسفر، يعني اي نادي تاني ممكن يقول لك لا مش هروح مش هلعب، لكن هو استخدم ال 90 دقيقه بشكل تاني معين غير اللي استخدمه في الانتاج ومع سموحه، واخد بالك، وجاب 5 اهداف. فعشان كده بقول لك مستر فيرا بيستخدم عقله، فانا ممكن اكتشف فيه تكتيك جديد ممكن يعمله في الماتش الجاي، علشان ان الزمالك لسه كان بيلعبه من شهر، فالزمالك عارفه او عارف هو هيعمل ايه. اعتقد ان هو هيعمل حاجه تانية هيفاجئ بيها الزمالك. الزمالك مثلا عنده ورقه مصطفى فتحي، او ممكن يلعب المغاربه، او ممكن الفريق مثلا يتنشط بحاجه تانية، لكن اعتقادي هو هيستخدم تكتيك تاني. التطور الهجومي اللي موجود في نادي الاهلي دلوقتي وغزاره الاهداف اللي بنشوفها عكس ما كناش بنشوفها الموسم الماضي، كنا بنشوف الاهلي بيفوز 1 أو 2 يعني اكتر حاجه الاهلي وصلت 3، لكن الاهلي بسم الله ما شاء الله بيفوز 1 و4 و5. هل حضرتك شايف ان بنفس اللعيبه اللي موجود هيحصل تطور كبير جدا لخط الهجوم بالكامل واللعيبه اللي جايه من تحت، وان كله بيجيب اهداف، مساك يجيب اهداف، نص ملعب يجيب اهداف، مهاجمين يجيبوا اهداف، اطراف يجيبوا اهداف، هل حضرتك شايف ليها تفسير معين؟ والله التفسير اللي انت ممكن تشوفه يا كابتن عمر ان لعيبه الاهلي تطورت، وهو ده اللي بيخلي الناس تطمن شويه. يعني اجاييه في الموسم اللي فات مش هو ده، ده دلوقتي حاجه تانية خالص. اجاييه هل اجاييه ما كانش مقتنع بالمدير الفني اللي كان موجود؟ يجوز او هو كان موظفه غلط، او هو كان موظفه غلط. مين يعني ايه الاكتر؟ هل هو كان تم توظيفه غلط ممكن، ولا هو اجاييه ما كانش مبسوط وبالتالي العامل النفسي لاعب كره القدم لازم يكون موجود طبعا وصافي، علشان حضرتك عارف ان لاعب كره القدم ذهنه لما يكون صافي يبدع في الملعب. طبعا زي حسين الشحات برضه، حسين الشحات بقى حاجه ثانيه برضه ما تقدرش تستغنى عنه ابدا يعني. لكن انت مثلا الموسم اللي فات كنت تقول ممكن يخرج بقى حسين الشحات ننزل حد ثاني، لكن حسين الشحات بقى مثبت اقدامه في الفريق. اجاييه بيعرف ازاي يتصرف ويسدد ويجيب اجوال، اجاييه كل مباراه تقريبا ليه جول. حسين الشحات نفس الحكايه، رمضان صبحي ان احنا كنا دايما نقول احنا عايزين رمضان يبقى في خدمه الفريق مش في خدمه نفسه، ان هو مهاري على اعلى مستوى من المهاره، لكن عايزينه بقى يخدم الفريق بقى. دلوقتي رمضان صبحي حاجه تانية خالص. يبقى اذا فايلر غير من وطور من اداء اللعيبه، وهو ده الشكل الجديد اللي جمهور الاهلي حبه في فايلر، اللي هو ما حدش كان يعرفه مين فايلر، الجمهور نفسه ما كانش عارفه، لدرجه ان البعض بدا قبل الراجل ما يبدا يشككوا فيه ويشككوا في وجوده، ان هو مدرب رقمه 600 وشويه على العالم في المدربين، وغيره رقمه 60 ولا رقمه 50 ودوت لا مستواه اقل. لكن الراجل اثبت وجوده ان هو راجل بيشتغل وصنايعي بيطور اللعيبه بفيدهم. واهم حاجه في لعيب الكوره بقى يا كابتن عمر وانت لعيب كوره، ان اللعيب يتطور يتغير، ما بقاش هو نفس السيستم بتاعه والنظام بتاعه في اللعب. هل حضرتك شايف سياسه التدوير اللي مستر فايلر بيقوم بيها في الوقت الحالي؟ انا سالت الكابتن احمد رضوان قبل حضرتك، لكن حابب اعرف راي حضرتك كمان. سياسه التدوير هل حضرتك معاها ولا ضدها؟ لا معاها، لان هو برضه بيستخدمها بعقله، مش بيستخدمها كده مجرد انا بغير لعيبه، ده بيستخدم التدوير في شكل التكتيك المعين اللي هو بيستخدمه. حتى كمان ديانج ما لعبش غير ماتشين، ماتش ونص يعني او ماتش وربع، لكن كان ليه فعاليه. وهل ديانج زعلان؟ مش زعلان، لا طبعا مش زعلان، لان عارف ان في دور تكتيكي بيتلعب بيه في وقت معين. فاللعيبه عارفه نفسها من الحكايه، حكايه التدوير بمجرد هم عندهم احساس ان هم مستنفرين دايما، هتلعب امتى ما تعرفش. هل حضرتك شايف حلو؟ طيب هل حضرتك شايف ان ان ان, إن اللاعب نفسه لما يكون متقبل قرار زي ده، وان هو حتى لو تألق وجاب هدف بس لازم يكون في احترام لكلام المدير الفني واحترام لزملائه، وان وجهه نظر المدير الفني هي اللي في الاخر اللي بتمشي، هل حضرتك شايف ان دي حاجه تتحسب للمدير الفني وتتحسب للعيبه في نفس الوقت؟ طبعا تتحسب. لان يمكن احنا مش شايفين لغه انا ليه ما بلعبش؟ انا هفضل قاعد كده؟ انا عايز العب. انا ليه ما هروح نادي تاني؟ او انا مش عايزين يسيبوني؟ مفيش اللغه دي موجوده. ما بقول لك عامل لهم استنفار. استنفار يعني في اي لحظه، زي الجندي اللي انت مقعده بره وتعمله تعبئه في اي لحظه، مستنفره في اي لحظه، هستدعيك في اي لحظه هتيجي عشان تلعب. وهو جاي مش جاي من فراغ، ده جاي كمان مستعد. هيأدي دوره ازاي وتكتيكه ازاي، لانه اتدرب عليه وبيتدرب في كل تدريباته على هذا الوضع. يعني اللعيبه كلها كان انت بتلعب ب 30 لاعب في الماتش الواحد. مجموعه افريقيا تاني، عايز ارجع للسؤال وعايز اعرف راي حضرتك، هل مجموعه افريقيا القويه ممكن تكون زياده تاكيد للجمهور الاهلاوي
على مدى قوة النادي الأهلي أو مدى تطبيق فكر مستر ريني فايلر في المجموعة الأفريقية ومشوار النادي الأهلي ممكن يكون عامل إزاي في بطولة أفريقيا الموسم ده؟ أنت عارف معانا الفرقتين العربيين دولت مش سهل. طبعًا. ده إحنا لعبنا الهلال 6 مرات في أفريقيا. إحنا فزنا مرتين وهما فازوا مرتين وتعادلنا مرتين. بس إحنا خدنا منهم بطولة. سنة 87 كابتن الخطيب اللي جاب فيها جول. وخدنا البطولة الثانية ساعتها. فريق مش سهل. بالرغم ان انت ممكن تقول مستوى السنه دي مش قوي قوي، لكن اللقاء العربي بيفرق. النجم الساحلي مش قوي برضه دلوقتي حاليا، وما بيلعبش على ملعبه على فكره، ملعبه في صيانه، بيلعب اما في المينستير او بيلعب في الرادس. لكن هيفضل النجم الساحلي. اخر مباراه في افريقيا غلبناه 6 صح، لكن مش هو ده المعول اللي هنعول عليه ان احنا نقول ان احنا هنغلب النجم الساحلي وهنغلب الهلال. والله بص يا كابتن عمر، هو لازم تجتهد وتتعب عشان تحقق اللي انت عايزه. يعني حضرتك شايف برضو ان مجموعه الاهلي شغل عايزه شغل قويه، فتبين مدى المستوى الفني اللي موجود فيه ريني فايلر المدير الفني للاهلي. حلاوتها انهم قريبين مننا في الطيران، يعني صح مش بعيد، ما عدا زيمبابوي. يعني بنانتونيو هو في زيمبابوي، يعني رحله ممكن دي برضو على طول توصل لها على طول. مش عارف اتحاد افريقيا اللي اختارها لنا ولا ايه، عشان بيقولوا دايما كده يعني اتحاد افريقيا بيختار الحاجات السهله للاهلي. مجموعه الفرق الاخرى مجموعات سهله، انا مش عايز اقول لا لا ثالثه ورابعه صعبه. انا بتكلم على يعني المجموعه الاولى بس هي مسافات. ايش مسافات؟ طيب ما انت ما بتاخدش كل حاجه انت عايزها، يعني هي القرعه جابت لك كده، وانت في نفس الوقت اللي عايز يكسب يشتغل. اللي عايز يكسب بيشتغل ويتحمل اي صعاب موجود. كان في طيارات خاصه بتروح وتيجي على طول، يعني ما بتخسرش يعني. اللي عاوز يكسب يوفر كل حاجه ويقدر يكسب. شايف المنافسه في افريقيا هتبقى شكلها عامل ازاي قبل ما اروح للدوري؟ منافسه الدوري، منافسه افريقيا صعبه. كل موسم بيكون اصعب من اللي قبليه. يعني الزمالك ان شاء الله ما يوصل لل ان شاء الله طبعا دور ال 16 هيبقى عندك 9 عرب في دور ال 16. 9 عرب. احنا في 3 عندنا في المجموعه بتاعتنا، وتقريبا المجموعه الرابعه 3 برضه. 3 عرب هنا 3 عرب هنا. يعني ده الماتش بتاع دور الثمانيه ده هيبقى صعب قوي. انا نفسي الاقابل صن داونز. تفتكر ممكن؟ نفسي يطلع تاني برضه من قبل. يعني مش بس حضرتك، ده احنا كلنا نفسنا نلعب صن داونز. عايزين نقابله تاني عشان نقول ان بس نلعبه في النهائي بقى. نلعبه في النهائي لو ينفع، يعني انا يعني لو ينفع برضه النهائي مش مشكله. النهائي بس النهائي بماتش واحد، ودي حاجه عايز اخد راي حضرتك فيها. هل حضرتك شايف ان تغيير فكره الاتحاد الافريقي وتطبيقه وتقريبه ان هو عايز يقرب شويه من بطولات دوري ابطال اوروبا ويبقى زي اوروبا في بدايه دوري الابطال ونهايه دوري الابطال، وان كمان النهائي يكون من مباراه واحده، هل حضرتك شايف ان ده في صالح الكره الافريقيه؟ ولا ده ضد الطبيعه بتاعتنا ان احنا متعودين كل سنه يكون عندنا ماتش ذهاب وماتش عوده؟ نعم. بالنسبه للجمهور بتاعنا ان هو ما يتحرمش ان هو يكون موجود، وبالنسبه للجمهور بتاعنا هيكون بقى مستنيين نعرف فين الماتش اللي هيتلعب في النهائي عشان نبدا نجهز تذاكر سفر ونحجز ونطير ونروح. فعايز اعرف راي حضرتك في هذا القرار تحديدا. هي تحت التجربه، فكره تحت التجربه. ليه؟ لان ممكن مباراه مثلا بين يبقى النهائي مثلا الاهلي مثلا يعني وفريق الوداد المغربي والاتحاد الافريقي قال هتتلعب في جنوب افريقيا او قال هتتلعب في زامبيا او في زيمبابوي مثلا، يعني ممكن ما حدش يعرف يروح من الجمهور، يعني الرحله تبقى طويله وتذاكر دلوقتي بقت غاليه جدا، والدوله هناك الجمهور بتاعها هيروح. يعني راي حضرتك ان يتم تحديد الملعب يعني بفتره قريبه من ماتش النهائي لما يعرف مين الاطراف، عارف ان الاربعه او الثمانيه اللي هيوصلوا عشان يقرب المسافات على الجمهورين مثلا، وهي تحت التجربه برضه. بس ما ينفعش مثلا فريق مغربي يكون بيلعب في النهائي ولا في تونس. ده الجمهور بتاعه هيروح على طول. انا بسألك يعني الجزائر كمان، يعني ممكن ايه؟ لا انا ممكن ايه، ممكن مثلا فريق مغربي وفريق جزائري العب في تونس، الاثنين على الحدود مع ايه؟ ماشي. مع تونس. لكن ما ينفعش ان انا مثلا الاعب مثلا نادي مصري ونادي مغربي والعب في تونس، بالنسبه للجمهور المغربي هيبقى قريب جدا من تونس. حتى في الجزائر كمان، حتى في جنوب افريقيا بعض حدود جنب بعض 8 ساعات سفر. انت تعرف ان كنا في امم افريقيا في تونس وكنا بنلعب الجزائر في المجموعه بتاعتنا، الجمهور الجزائري دخل تونس بالعربيات مش بالطيارات. بالظبط. حدود يعني. على الحدود اللي بتنا على الحدود. فمش هتبقى مش هيبقى تكافؤ فرص. هنا هتنعدم تكافؤ الفرص. انا شايف، وبعدين افريقيا مش زي اوروبا.
اوروبا بيروحوا بالقطر، بالطياره او قطر او عربيه او اي شيء، وعندهم هناك كمان الاسعار مناسبه ليهم. مش ما احنا هنا اكيد اكيد هيكون في رحلات بتخفيض وكذا وماشي، بس مش هيبقى العدد اللي هو يعني ممكن يروح 1000 مثلا، بس مش هيروح كتير. مش هيروح 30000 ولا 40000. لكن لما يكون ماتش في موجود في القاهره مثلا او في برج العرب حتى، في 40000 او 50000 هيحضروا. ممكن تساعد في دوله عربيه النهائي، مش شرط في افريقيا زي ما بيحصل وزي ما احنا شفنا السوبر الافريقي. ممكن الاتحاد الافريقي يعمل كده، بس هل كل موسم هيعمل كده؟ هو بيبص، وبعدين عنده بطولتين، بيبص للتسويق والسوبر الافريقي اللي جاي والسوبر الافريقي اللي ماضي ما بين الترجي والوداد افريقيا، بره افريقيا تلعب في دوله عربيه. فراي حضرتك ايه؟ هل ممكن يكون ده انت قصدك يعني النهائي دوري ابطال والكونفدراليه يروحوا دوله عربيه اسيويه مثلا؟ ممكن يجي في بال حد من المسؤولين زي ما هيعملها في السوبر يعملها في النهائيات دي، يقول لك انا هسوق وهاخد فلوس. ممكن، وخصوصا بقى لما يكون في طرف عربي في البطوله هيضمن جمهور. هيضمن جمهور سواء توانسه، مصر، جزائريين، سودانيين، مغاربه، اي حد عربي هيلاقي جمهور عربي هيشجعه هيروح المباراه. ممكن الفكره بتاعتك حلوه. ممكن تحصل، انت لسه فكر فيها دلوقتي؟ انا جه في بالي استبعد، بقول اسال حضرتك هل ممكن ده يحصل ولا لا؟ ممكن. ممكن زي ما بيلعب السوبر دلوقتي حاليا خارج القاره الافريقيه، ممكن يخرج عن القاره الافريقيه في نهائي دوري الابطال والكونفدراليه. ممكن حضرتك تقول لي هل المنافسه هتبقى ما بين ان شاء الله الزمالك يوصل، يبقى اهلي وزمالك؟ اهلي وزمالك، ولا ممكن سان داونز، ترجي، الوداد؟ هل حضرتك شايف ان اكثر من فريق ممكن يكون المنافسه موجوده ما بينهم؟ طب هل مازيمبي ممكن يختفي؟ ما ده اللي اسال حضرتك عليه، هل مازيمبي شايفه بنفس القوه اللي كان موجود فيها قبل كده، ولا قوه مازيمبي بدات تختفي مع الوقت؟ رئيسه السابق رجع، حلو، اللي هو الملياردير اللي هو نزل بالطياره ده، فرجع للفريق، واللي جايب وجايب الفريق طياره خاصه، يعني الطياره الفريق وفر لهم حاجات كتير يعني، فرجع تاني غير مكافئات طبعا. طبعا اللي بياخدوها دي بتحفزهم، فده حضرتك بتقول ان هو ما دام رجع ممكن مازيمبي يكون منافس قوي وشرس في البطوله. وبعدين ده على طول متواجد من بقى له 10 15 سنه في المربع الذهبي دايما يعني. ولو ما خدش دوري ابطال بتلاقيه في الكونفدراليه، ساب الكونفدراليه دخل على دوري الابطال. هو وفيدا كلب على فكره، هما الاثنين دايما متواجدين يعني في البطولات ديت. سان داونز زي ما انت بتقول ممكن، ما وصل لغايه المربع الذهبي السنه اللي فاتت وخرج بهدف واحد بس، اتعادل على ارضه واتغلب 1-0 في مباراه العوده من الترجي. كويس، ممكن يكون متواجد برضه. مين تاني؟ ما فيش حد تاني قوي هيكون موجود زي مازيمبي وزي فيدا كلاب، بيخرج برضه بيخرج يعني، مش الفريق يعني ما بيكملش. طيب نروح للدوري المحلي، راي حضرتك في المنافسه، هل النادي الاهلي، هل حضرتك شايف ان ممكن ما يكونش ليه منافس عكس الموسم الماضي الصعب جدا 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 اللي كان الاهلي بدا بدايه بسبب كثره الاصابات وكثره التاجيلات واللعب في اكتر من بطوله اثر عليه؟ هل حضرتك شايف ان الاهلي الموسم ده هيكون بلا منافس، او منافسه الوحيد هو نادي الزمالك فقط لا غير، ولا هنلاقي زي الموسم الماضي الزمالك وبيراميدز وبعض الانديه اللي ممكن تعافر امام النادي الاهلي في الموسم الحالي؟ وبطوله السنه اللي فاتت اللي ماضت يعني دي كانت بطوله صعبه جدا، عشان كده ليها حلاوه خاصه الأهلي. عشان كده ليها حلاوه خاصه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي كله يعني. ليه؟ لان النادي الاهلي قيل عليه كتير جدا، الحكايه مش حكايه ان النادي الاهلي كان فيه اصابات وكان في المركز متاخر، لا ده كان عنده مباراة مؤجله، ولكن حملات التشكيك اللي كانت على النادي الاهلي عامله زي اللي هو الكلام اللي امر من السحر. اللي بيبقى امر من السحر، انا مش سايبك، وناس يعني مطلقه عليك بقى، السنه مطلقه على النادي الاهلي من كل اتجاه. هو بتاجل له الماتشات ليه؟ هو ليه الماتشات اللي بتاعت اللي المفروض يلعبها في الدور الاول بتتلعب له في الدور الثاني؟ هو ليه الاهلي مش عارف ايه علشان يجيب مثلا لعيبه ثانيه يحطها في يناير عشان يقدر يفوز بالدوري؟ اتحاد الكوره بيدي له فرصه عشان كذا، مع ان النادي الاهلي الباب اللي اتفتح في يناير ده ما اتفتحش للاهلي، اتفتح لكل الانديه. وعايز تغير فريقك كله غيره. انت ما غيرتش غير واحد او اتنين، دي مش مشكله الاهلي، دي مشكلتك انت اللي غيرت واحد او اتنين. الاهلي غير، هو عاوز يغير، قال لك لا ده عامر حسين عمل كده او اتحاد الكوره عمل كده عشان الاهلي غير اللعيبه بتاعته اللي موجوده علشان ما ينزلش، مش عشان ياخد البطوله. هما كانوا الزمالك كان حاطط في مخه ان هو ياخد البطوله بطوله، وكل الناس قالت الزمالك هياخد البطوله، بس هي مش اول مره ان هم يعني مش اول مره تحصل، بس هم كانوا كان عندنا تجارب. الزمالك كان متفوق على الاهلي ب 13 وب 15 نقطه، الاهلي بيرجع وبيفوز وبيعدي كمان. انا كنت مره بزيد مباراه للاهلي كان بيلعب المقاولين، وكان الاهلي الزمالك كان عنده مباريات مؤجله كتير،
وكابتن صالح الله يرحمه قال المنافس مش عايز الدوري هاتوه. في موسم في التسعينات حصل كده، كان الزمالك بيلعب في ابطال افريقيا. كابتن صالح قال للاعيبه الاهلي المنافس مش عاوز الدوري، هاتوا الدوري. واخد بالك؟ ودي مش اول مره بقى زي ما انت بتقول. لكن المره دي انا بقول لك الموضوع ما كانش في الملعب بس، كان بره الملعب. من التصريحات الكلام الكتير اللي كان قال لك المنافس بتاعنا هو بيراميدز، الاهلي ربنا يستر ما ينزلش، طب كويس ان بقى في المنطقه الدافيه. الكلام دافية امر من السحر، دافي قوي، بقول لك كلام امر من السحر نفسه. خلاص خلى ناس من جمهور الاهلي عشان كده. بس انا شايف عشان كده يا كابتن عمر، انا شايف ان الكلام ده جه بايجاب مع النادي الاهلي وسلب مع نادي الزمالك. ليه؟ نادي الزمالك اخذ الموضوع ان في طمانينه واريحيه أيوة وخلاص ريحوا، لكن الاهلي اخذ الموضوع موضوع تحدي، هنشوف اخر الموسم مين اللي هيثبت. وقال اتسرق تمام، مش قال اتسرق. ما لازم يبقى في مبررات يا استاذ سمير، حضرتك عارف لازم يكون في مبررات علشان خاطر اعرف ابرر. انا لو ما بررتش انا بقول ان انا غلط او كان في حاجه غلط، فلازم اقول مبررات، لازم اقول بقى التحكيم اتسرق، اتحاد الكوره، لجنه المسابقات، لازم اقول اي حاجه علشان خاطر اعرف ابرر لجمهوري او اعرف ابرر للمسؤولين او اعرف ابرر للناس اللي بتتابع المشهد العام انا ليه خسرت الدوري. ده بيقول لك ما بيجيبوش حكام اجانب علشان بيخسروا مع الاجانب. بص حضرتك، هو الحكام اجانب اساسا مفروضه ان هتيجي الدوري المصري؟ لا طبعا. وبعدين الاهلي طلب، احنا عندنا اهلي وزمالك بس اللي بتلعب بحكام اجانب، لكن الاهلي طلب كل الدوري بيتحكم بحكام اجانب، حتى لو بحكام اجانب انت برضه ما كسبتش الدوري. اللي عايز يفوز بالدوري، اللي عايز يفوز بالدوري لازم يشتغل اكتر ما يتكلم. ولذلك بقى انت بتقول لي بقى دلوقتي الدوري ده الاهلي هينفرد بيه لوحده كده، هو مش هيلاقي منافس ولا هيلاقي؟ ده سؤال. هيلاقي، هيبقى في منافسين. هيلاقي، وممكن تكون منافسه مش شرسه، لكن هيبقى في منافسه. الشرسه يعني امشي معاك خطوه بخطوه. احنا في موسم يعني مواسم، يعني المنافسه هتكون شرسه الموسم ده ولا منافسه قويه؟ قويه. احنا في موسم كان اربعه الفرق بينهم نقطة. أربعة. الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المحلة. أربعة. كان الكابتن ربيع بيلعب. منافسة كانت شرسة. أدي شرسة بقى. أنت مش عارف، مفيش حد عاوز يرجع. كله ماشي معاك. ماشي خطوة بخطوة. خطوة بخطوة. لغاية ما جت في الآخر أصفرت إن الأهلي بيلعب الإسماعيلي مباراة فاصلة. علشان يحددوا مين بطل الدوري. دي بقى حلاوة الدوري لما تبقى كده. ده عايز حكام فير بقى على الآخر. كابتن جمال غندور بقى لو ظبط الموضوع كويس، احنا شفنا مشاكل برضه في اول ثلاث اسابيع. في مشاكل تحكيميه ما زالت موجوده، هي مش زي السنه اللي فاتت لكن ما زالت في حاجات المفروض تتظبط شويه. طب زي ايه يعني؟ هل حضرتك كلمه عايزه تتظبط المفروض الحكم يتعلم من اخطائه؟ طب. ولا على طول يكون في حساب، او مش حساب اللي هو ان انا بعاقبك او ان انا بعنفك، لا حساب ان انت لازم تخلي بالك الماتش اللي جاي انت غلطت في 1 2 3 فلازم تذاكر وتتابع اخطائك وتشوف انت غلطت ليه عشان الماتش اللي جاي تصح اخطائك. هل ازاي ممكن الكابتن جمال وازاي الحكم نفسه ممكن يتدارك الاخطاء وممكن يطور من نفسه ويبقى حكم دولي، حكم حكم متميز؟ ما انا بتكلم على حكم متميز، غير انه يكون حكم دولي. اللي مش دولي يكون متميز، وان هو يسعى ازاي يكون دولي. ازاي ده ممكن يحصل او ازاي ده ممكن يتصلح؟ والله يا كابتن عمر، يعني انت تيجي تشوف الكابتن احمد الشناوي وهو بيحلل، كابتن ايمن ديجيش، كابتن ناصر عباس، كابتن سمير عثمان، كابتن عادل عقل، في مجموعه حكام كده بيطلعوا يحللوا، تلاقيهم كلهم بيجمعوا مثلا ان اللعبه دي مثلا كانت ضربه جزاء، وكلهم بيقولوا كده، وانك يا كابتن كنت المفروض انت قريب منها تحسبها لان حصل دفع، ان حصل كذا. هو ضربه الجزاء الحكم المصري ما تعلمش اسبابها؟ تمام. لا يمكن يكون ما تعلمش اسبابها، عارفها، عارف اسبابها، وبالتالي عارف امتى يصفر ليها. وهل اللعبه اللي هي ممكن ما تتحسبش ضربه جزاء والحكم بتاعنا برضو يحسبها وهي ما تتحسبش ضربه جزاء، طب ليه حسبت اللي ما تتحسبش وسبت اللي تتحسب وانت دورك حكم؟ طب ده مش خطا بشري على فكره. ده مش خطا بشري. الخطا البشري ان انت كنت تكون بعيد، ان انت نظرتك كانت كده والكوره كانت بتلاقي في ناحيه ثانيه وانت ما خدتش بالك من الموضوع دوت. ده ماشي. ده خطا بشري، لكن انت شايفها او قريب منها، ازاي ما تتحسبش؟ ازاي؟ او ازاي تتحسب وهي المفروض ما تتحسبش؟ برضه ازاي؟ او مثلا اللعبه اللي كانت في اسوان، مباراه الاهلي واسوان، تمام، كابتن محمد الحنفي او عمرو السوليه اتضرب على منطقه جزاء بطريقه بشعه، اصابت عمرو السوليه وخرج حتى من المنتخب. ماشي. ده ولا انذار ولا فاول ولا اي حاجه اتحسبت.
يعني لعبه عاديه. طب ليه كابتن محمد حنفي عمل كده؟ ما هو برضه عايزين نعرف. قال هو اهو لا ضرب الجزاء اهو، ولا بنتكلم على ضرب الجزاء ولا مدور على حاجه، لعبه عاديه. فهي دي الحاجات اللي عايزه تتظبط في التحكيم، وان احنا التحكيم لازم يكون فير. لانك انت فير يعني ايه؟ كل واحد ياخد حقه. الاهلي عليه ضرب الجزاء يتحاسب عليه ضرب الجزاء، الزمالك عليه ضرب الجزاء يتحاسب عليه ضرب الجزاء. احنا شفنا الزمالك جت عليه ضربات جزاء ما اتحسبتش. طب ليه ما اتحسبتش؟ عشان الزمالك بيلعب. خليك فير. القانون بيخليك فير اساسا. القانون هو اللي بيحميك انت كحاكم، بيحميك انك انت بتحكم. ورجعوا للشرايط ورجعوا للفيديو ورجعوا لكذا، هتعرفوا انا حسبتها ليه. لكن انت ما حسبتهاش هتستريح، ضميرك هيستريح. انا اعتقد كابتن جمال مره حكم ماتش الزمالك والقناه حسب 5 ضربات جزاء، 4 للزمالك و1 للقناه. طيب عايز اسالك سريعا علشان الوقت بيجري بسرعه مننا، موضوع محمد صلاح راي حضرتك فيه. حضرتك تضحك اول ما سالت حضرتك صلاح، حضرتك ضحكت بصراحه وابتسمت. مكبرين قوي احنا الموضوع. تمام، انا عايز اعرف راي حضرتك علشان خاطر دايما الجمهور عنده عاطفه، والجمهور مش جوه المشهد الرياضي او مش جوه الاحداث او مش جوه المطبخ، فبيكون ليهم دايما تفكير مختلف. انا قلت ان الجمهور او بعض الاشخاص كان حاطين في دماغهم او بنوا او يعني بنوا صوره لمحمد صلاح ان هو الراجل المتدين جدا اللي بيحافظ على اخلاقه اللي بيخلق. لا اقول صوره ثانيه يعني هل 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 ده موجود في كره القدم، او هل ده شخصيه محمد صلاح، ولا محمد صلاح اللي بيعمله ده طبيعي جدا وهو ما خرجش بره الاطار اللي موجود فيه، وراجل يعني بيحاول على قد ما يقدر انه يكون براند عالمي بس في نفس الوقت يحافظ على بعض التقاليد او العادات والتقاليد اللي هو اتربى عليها. يعني موضوع بقى حضرتك تحليله ازاي، عشان انا غلبته بصراحه مع الناس كلها مش عارف. كابتن محمد صلاح ما بيلعبش في الدوري المصري ولا الدوري العربي، لا مش في اي منطقه عربيه كمان، بيلعب في الدوري الانجليزي، اوروبا يعني. والدوري الاوروبي ليه مواصفات خاصه بيه وليه حاجات خاصه بيه. فمحمد صلاح اتوجد فيها، لا يتوجد في الدوري الاوروبي ويستمر ويعيش فيه ويتعامل فيه، لا يسيب المكان ويمشي. حلو. فاحنا عايزينه يعني هو مش عارف من الاخر، مش هيعرف يتعامل في الدوري الاوروبي على مزاجه هو. ماشي. فاحنا لا نسيبه وندعمه، ويقدر هو يتصرف بطريقته الذكيه في المواقف اللي بيقابلها، لا اما خلاص نقول له ارجع. واحنا مش عايزينك بقى تحترف في اوروبا. هل السوشيال ميديا برضه، سؤال سريع كده، هل حضرتك شايف ان السوشيال ميديا للاسف مش عارفه تتعامل مع الوضع، علشان احنا ما كانش عندنا نجم عالمي قبليه؟ يعني ما كانش عندنا سوشيال ميديا طبعا في الوقت اللي كان موجود فيه كابتن عمرو زكي والكابتن ميدو والكابتن هاني رمزي والكابتن زيدان. ما كانش فيه سوشيال ميديا. لكن دلوقتي السوشيال ميديا موجوده مع لاعب ما حققش نفس النجاحات اللي حققها لاعب مصري، فعشان كده بيتعاملوا مع الموضوع بسخريه وبتريقه وبانتقاد بان احنا ازاي يعمل كده، وفي ناس تقول لا يا جماعه ده راجل عارف براند. طب ليه ما كلموش ان كابتن محمد صلاح ما تكلموش الكابتن محمد صلاح في ناس في انجلترا عشان خاطره او بسببه، يعني مش لازم خاطره، بسببه اسلمت مثلا. يعني ليه؟ علشان كان قدوه. ومحمد صلاح ما بيقابل بعض حاجات خارجه عن ارادته، بيتعامل فيها باحترافيه برضه، علشان لا هو رفض ولا هو ينزلق. يعني لا هو يرفض ولا ينزلق نحو ما هم عايزينه. احنا شفنا صوره لروناردو مع عارضه ازياء، نفس شكلها بالظبط، ونفس عارضه الازياء مع محمد صلاح، بس هنا الصوره تختلف عن الصوره دي. ده هو عاداته وتقاليده بتخليه يعمل كده، وده عاداته وتقاليده. بس رايك في السوشيال ميديا يعني بيتناولوا بالسخريه اللي بيقعدوا يعملوها، يعني راي حضرتك فيها ايه؟ بيكون دمها خفيف ولا الموضوع بيكون اوفر ولا الموضوع؟ لا ساعات بيبقى اوفر. وتعرف السوشيال ميديا ما فيش وراها غير كل واحد بيقدم رايه الخاص بيه ونامم عن ثقافته هو او عن تفكيره هو، مش ثقافه مجتمع ككل، لا ثقافته الخاصه بيه هو. فبيتعامل على هذا الوضع، بيتعامل على هذا الوضع. لكن هم حاجه من الاثنين زي ما قلت لك، محمد صلاح لا يستمر في اوروبا ويرتفع مستواه ويبقى عندنا راجل محترف على اعلى مستوى، ثالث عالم، رابع عالم، اول عالم، ويجي هنا يقدم للكره المصريه على احسن ما يكون. لما نقول له لا خلاص تعالى احنا مالناش في اوروبا، وخلي الاحتراف يا جماعه هنا يا دوبك في مصر او في اي دوله عربيه وخلاص، ويخلينا على قدنا ونقف لغايه المستوى ده، ودي بقى اخر حاجه لينا في على السقف بتاعنا يعني. طيب ماتش مصر وبوتسوانا راي حضرتك في ايه اخيرا في اول تجربه اللي هي الكابتن حسام البدري مع منتخب مصر؟ تجربه هتبقى كويسه، يعني شايف ان ده يقدر الكابتن حسام يستفيد من التجربه الوديه ويستفيد من التوقف الدولي ده في بدايه تعارفه قبل ما يكون في مباراه رسميه لمنتخب مصر في تصفيات امم افريقيا؟ ده السوشيال ميديا برضو على قالت له انت ما قدرتش على محمد صلاح، فعشان كده اول مره قلت له تعالى
وبعت له ان هو يجي فما جاش، بس انت عملت تصريح تاني وقلت اصل انا سبته يستريح وهو ما استريحش، وهو رفضك، رفض ان هو يجي. بس برضه السوشيال ميديا هي اللي عملت كده. السوشيال ميديا خلاص، ما هو اللي بيركز مع السوشيال ميديا بيروح معاه. يعني السوشيال ميديا هي اللي قالت كده. لكن تجربه كويسه طبعا، مفيده، لان احنا بعد شهر هنبدا هنلعب ماتشين في اسبوع. صح، في اسبوع واحد. اي نعم، المجموعه كويسه، جزر القمر، كينيا، توجو. الاختبار الحقيقي سوف يكون في بطوله الامم الافريقيه نفسها ان شاء الله. هي نفس البطوله نفسها وتصفيات كاس العالم ان شاء الله. طبعا هتبقى صعبه، بس انا شايف تصفيات كاس العالم عشان النظام القديم بتاع مصر وغانا اللي هو حضرتك هتلعب في مجموعه بعد كده 10 فرق ماتش رايح جاي ويصعب منهم خمسه، انا شايف ان الاختبار الحقيقي هيكون في اخر مباراه، اخر ماتشين برضه. احنا كنا متصدرين في الاول في ترتيب الجدول، وما جينا لعبنا غانا راحت مننا الفرصه. لكن يعني انا متفائل مع كابتن حسام ان شاء الله، ربنا يوفقه. استاذ سمير بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، دايما بستمتع بحضرتك وبستمتع بارائك ودايما بتمتعنا. استاذ الله يخليك كابتن عمر، التوفيق دايما يا رب. اشكرك شكرا جزيلا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع الاذاعه الكبيره الاستاذ سمير حسين. ان شاء الله نشوفكم دايما على خير في حلقه جديده من حلقات الاهلي. لله تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.